صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المنتشر الآن في أوساط الشباب أنهم إذا أرادوا دعوة الشباب المفتونين بالشهوات فإنهم يعطونهم الأشرطة المليئة بالنكت أو القصص والحكايات، محتجين بأنها أجذب لهم وأحب إليهم من غيرها وأشد تأثيرا فيهم، فهل هذه الطريقة في الموعظة صحيحة؟ لا، هذه مخالفة لما قال الله جل وعلا وسمعتموه قريبا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير يكون بالشيء الصحيح الثابت من القرآن والسنة، ألا يكون بالحكايات والمضحكات وغير ذلك. ومنهج الدعوة معروف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وسار عليه، نأخذ سيرة الرسول في الدعوة ونمشي عليها. هل فيها مثل هذه الأمور؟ ما فيها. نعم.